تقوم بإعطاء الانطلاقة لمشروعين أساسيين وحيويين هما كيدخلوا في يعني كيحققوا الأهداف ديال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية. هذين المشروعين هما المشروع الأول هو تغيير المفكك بالصلب في مدرسة البوزانيين بجماعة النواصر، شركاء جمعية إما وأيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت ب 535 ألف درهم والجمعية ساهمت بما يفوق 500 ألف درهم، يعني الكلفة الإجمالية تفوق مليون درهم. إذا كنشوفوا على أن هذا المشروع هو سوف يعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة في مجال التعليم وتحسين الظروف أيضا التعليمية بالإضافة إلى الحد من الهدر المدرسي. هناك المشروع الثاني الذي يعني يعطى الانطلاقة ديالو اليوم في المكنسة بجماعة بوسكورة، هي قاعة متعددة الوسائط التي سوف تكون عبارة عن مجموعة من الفضاءات، فضاء طبعا للإعلاميات، فضاء للترفيه والترفيه الفني وأيضا الابتكار، ثم أنها سوف تكون يعني مكان للتحسيس والتوعية للشباب في هذه المؤسسة، وهي مؤسسة ابن مالك. مؤسسة ابن مالك طبعا اللي كيوصل لها عدد التلاميذ ما يفوق 900 تلميذ. جمعية طفولة المغرب المستقبل إما 60 جمعية عالمية فرنسية اللي تتخدم بقلب المدارس في المغرب، اللي دايرين اللي تنخدموا فيه بزاف هو داك لو بريفابريكي، تنحيدوا البريفابريكي وتنعاودوا نديروا البناء دور اون دور. شنو هما المشروع ديالنا البوزال اليوم اللي كانت عندها لو بريفابريكي كلها تبنات حنا مع درناها مع الانديهاش مع المبادره ومع دي بارتنير بريفي تا هما اللي عاونونا باش نديروها. فوالا اليوم الانطلاقه بان الدراري بان بالنسبه لنا حنا المدرسه اليوم ولات مهمه، عندها واحد الدور مهم في العالم وخصنا زعما كلنا نخدموا باش نخدموها. واحد لاصال ملتي ميديا اللي تحلاتها هي اللي تخدمنا مع الاندياش باش تستقبل التلاميذ في كل شيء، في الانفورماتيك، في القراءة، في المسرح، في الكتابة، واللي غادي نفتحوها اليوم إن شاء الله مع سعادة العامل ديال نواسة.